البنية التحتية للمشروع في التعاون الكامل مع الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال وإسناد الأعمال ده. أنا قادم سماحة بتشغل جميع الشركات الوطنية. سيادتك هتشوف النهاردة إن شاء الله 17 شركة بيشتغلوا على الـ تايم في وقت واحد. الاشتراك في تحفيز 5 مناطق سكنية وسياحية وخدمات سكون لتنمية مدينة شرق القناة دي. المخطط يا فندم إن يبقى فيه 5 مناطق على الضفة الشرقية في القناة في قناة السويس الجديدة. نصف قطر 1 كيلومتر والعرض 120 كيلومتر وطول 16 كيلومتر. وهنقول كل منطقة إيه اللي هيتم فيها أو مخطط إيه اللي هيتم فيها إن شاء الله. دي المناطق هتحتوي على مناطق سكنية ومناطق وتجمعات سياحية ومواد وخدمات سفن، بحيث ان احنا نستغل السفن مرة في قناة السويس ان هي تخلق حضارة برضه في المنطقة. مدينة يعني حضارة قناة السويس يعني حياة. لما اتعملت قناة السويس ما كانش فيها فندق بورسعيد ولا كان فيه اسماعيلية، كان فيه سويس فقط. لكن قناة السويس خلقت حياة قوية، فاحنا عايزين نخلق حياة في الـ5 مناطق المخطط لتنفيذهم ان شاء الله. ده صورة من التصميم اللي وضعته الهيئة الهندسية بالنسبة لمناطق الخدمات أو المنتجعات، وهم شغالين بيحسبوا كل صغيرة كل كبيرة دلوقتي. ودي المناطق الصحية المقترحة إن هي تتنفذ في المنطقة، في نفس الوقت بيبقى فيها مراسي للسفن، يعني السفن الصحية ممكن تخش تنزل الأكواد السياحية يتمتعوا بالمنطقة، كانوا بينزلوا القاهرة ويرجعوا تاني، لكن بنستغل برؤية في قناة السويس إن إحنا بنوفر لهم ميناء سياحي يخشوا فيه. دي مناطق سكنية هتستغل برضه في المنطقة. التنمية يعني أمن وأمان، كل ما نعمل تنمية كل ما نزيد قوة التنمية، كل ما نسيب الدنيا فاضية كل ما نظهر فيها دور الإرهاب والتطرف. دي برضه صورة للمرسى بتاع السفن اللي هيتعمل إن شاء الله، أو مقترح المرسى بتاع السفن بإذن الله تعالى. والآن مع فيلم توضيحي لشرح فكرة مشروع حفر قناة السويس الجديدة. الفيلم ده هيوضح الكونسيبت بتاع الحفر وإيه نتائج الحفر إن شاء الله. وتنطلق قافلة بالفعل القادمة من خليج السويس
سفن العملاقة ذات الغاطس فوق 45 قدم جهة مناطق الانتظار الشرقي E1, E2 و E3 والتي لا تستوعب أكثر من 8 سفن عملاقة ذات الغاطس.